أمي تقريني آيات من القرآن، أقوم أقرأ الآيات هذه من القرآن، أقوم أقرأ الآيات هذه من القرآن، وارجع للغيبوبة مرة ثانية، وارجع للغيبوبة مرة ثانية. سبحان الله، بعد هالأيام فقت من الغيبوبة. يوم فقت من الغيبوبة قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت، فليقل خير أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. كررتها ثلاث مرات، بعدها رجعت الغيبوبة مرة ثانية، بعدها رجعت الغيبوبة مرة ثانية. أخوي كان عندي، كان صحيني أحمد قبل أحمد، ما صحيت مرة ثانية، ما صحيت مرة ثانية. بعدها بأيام، بعدها بشهر، بعدها بشهر فقت الغيبوبة. بعدها بأيام، تسعة أيام، بعدها بتسعة أيام فقت الغيبوبة. يعني فقت الغيبوبة مشدوش من نصفي. الجلسة هذه أنا جلسها ما أستطيع أن أجلسها، الجلسة هذه أنا جلسها ما... الجلسة اللي أنتم جالسينها، الجلسة اللي أنتم جالسينها ما أستطيع أن أجلسها. طبعا انقلوني غرفة ثانية. جاني أخوي قال: إيش لك بالبنادق؟ هذا أنت طخيت نفسك، هذا أنت طخيت نفسك في الترافيك. قلت: أنا ما طخيت نفسي، أنا ما طخيت نفسي، والدجران هو اللي طاخني. قلت: اسمع، ما أبي منك شيء ولا مو الدجران شيء، أبي حق من الله جل جلاله، أبي حق من الله جل جلاله. مضى على السالفة أيام، أسمع المؤذن يؤذن ينادي الأذان العصر: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قلت لأخوي: افتح الباب، بسمع المؤذن يؤذن ينادي الأذان العصر. يفتح الباب أخوي واسمع المؤذن يؤذن، كان ودي راح أصلي وأجي، لكن هيهات، مشلوش أنا نصفي، شلون راح أصلي وأجي؟ مشلوش أنا نصفي، شلون راح أصلي وأجي؟ وأتذكر قول الله سبحانه وتعالى، وأتذكر قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فيه إله في هالكون كله غير الله سبحانه وتعالى، أبدا ما فيه إله غير الله، ما فيه إله غير الله. قليلا ما تذكرون، حنا أصلا قليلا ما تذكر في عظمة الله، في جبروت الله، في سلطان الله عز وجل، قليلا ما تذكر. ينبلغ المؤذن لا إله إلا الله، قلت له خلاص سكر الباب، خلاص سكر الباب. يوم سكر الباب بعدها بأيام أشوف أخي جامع الدكتور. يوم جاء أخي عند الدكتور قلت: إيش كان يقول لك الدكتور؟ قال: لا ما كان يقول لي شيء. قلت: أسألك بالله الذي رفع سبع سماوات وطمن الأرض، إيش كان يقول لك الدكتور؟ قال: كان يقول لي الدكتور، راح اقول لك بس ما راح تزعل، ما راح يسيبك شيء. قلت: لا، ايش كان يقول لك الدكتور؟ كان يقول لي الدكتور ان اخوك احمد هذا بيتم مشلول، اخوك احمد هذا بيتم مشلول، شلل نصفي. قلت: ها؟ قلت: انا عاد ما اؤمن لا بكلامك ولا بكلام الدكتور، اؤمن بكلام ربك ورب الدكتور اللي هو الله سبحانه وتعالى. هم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: من يجيب المضطر اذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فيه لا في هالكون كله غير الله سبحانه وتعالى. قريب بس الدكتور يقول: أنت تؤمن كلام دكتورك هذا اللي ما يضر ولا ينفع إلا بإذن الله، ولا تؤمن كلام رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، تؤمن كلامه ولا ما تؤمن كلامه؟ قال: لا أؤمن كلامه. قلت: ما دام تؤمن كلامه حق الإيمان، خلاص كف الموضوع، خلاص كف الموضوع. سبحان الله، بعدها بشهر، شهر واحد بس، نسبة الحياة عندي 5%، مشلول شرع نصفي، مشلول شرع نصفي. أخوي كان برا الغرفة، أخوي كان برا الغرفة، كنت أزحف على السرير، أزحف على السرير، فجأة لقيت نفسي واقف على الأرض. فجأة أنا ترى والله العظيم إني ما وقفت، لكن اللي وقفني هو الله جل جلاله، اللي وقفني هو الله جل جلاله، هو اللي وقفني، وقادر على إحياء، وقادر على إماتي، وقادر على تمشيتي، هو الله جل جلاله. رجعت جلست على السرير مرة ثانية، رجعت وجلست على السرير مرة ثانية. جاني أخوي قلت له: حداني يا وقف. قال: إن شاء الله تبي توقف، تبي تمشي، بس أنت خلي عزيمتك صادقة، وخلي إيمانك بالله قوي، خلي عزيمتك صادقة وخلي إيمانك بالله قوي. وأجي وأزحف على السرير وأوقف على الأرض، وأزحف على السرير وأوقف على الأرض. يا أحمد شلون وقفت؟ أنت مشدود، أنت موقع، أنت. الله قال:
والله نفذ. الله يقول، الله يقول أمن يجيب المضطر. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا إله إلا الله أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك يا الله لا شريك لك، وأنت الفرد الذي نال الدلك. لن تطاع يا الله إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من أنزه ارتفع وذل كل شيء له وخضع. نسألك بعزتك وقدرتك يا جلال الإكرام أن تحرم وجوهنا عن النار. نسألك بعزتك وقدرتك يا جلال الإكرام أن تحرم وجوهنا عن النار. نسألك بعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام أن تحرم وجوهنا عن النار ووالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا ومريضة إلا شفيتهما، اللهم لا تدع من بيننا ولا تدع من بيننا مريضا ومريضة إلا شفيتهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.